الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب فضل المشي إلى المساجد. وهذا الباب باب عظيم، فيه بيان فضل المشي إلى المسجد لأداء الصلاة. قد ترتب على هذا العمل وعلى هذه العبادة العظيمة أجور كبيرة ومضاعفة، فهي أجور في متناول الجميع لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إليها. وهذه الأجور المترتبة على المشي إلى المساجد دليل على أهمية ما مشى إليه المرء وهي الصلاة، وقد تكلمنا عن ذلك سابقا، أن الأجور المترتبة على الوضوء وعلى التبكير إلى المسجد وإلى المشي إلى المسجد كلها ترغيب في هذه الصلاة وبيان لفضيلتها وعظيم شأنها وكبير قدرها عند الله سبحانه وتعالى. هنا قال: باب فضل المشي إلى المساجد، نص على المشي، فخرج من ذلك الراكب. الراكب له أجر، ولكن ليس أجر الراكب كأجر الماشي إلى المسجد، فقد جاء فضل المشي إلى المساجد خاصا، ولذلك يحرص المرء على المشي إلى المسجد حتى تتحقق له هذه الأجور العظيمة التي سنذكرها إن شاء الله. والركوب إلى المسجد فيه فضيلة بلا شك ولا ريب، سيمر علينا الحديث، ولكن المشي أعظم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب فضل المشي إلى المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وغالب الحديث الذي ذكر المصنف في هذا الباب مرت علينا في أبواب سابقة، لكن نذكرها ونذكر بعض الفوائد عليها لأهميتها ولأظن للباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدو والرواح، قيل الغدو والرواح هو على بابه، أن الغدو هو الذي يكون في أول الصباح، والرواح الذي يكون في المساء بعد الزوال. وقيل المراد هنا بالغدو والرواح هو الذهاب والإياب، يعني أعد الله له نزلا في الجنة كلما ذهب وآب، كلما ذهب وعاد. والمراد في هذا الحث على الذهاب إلى المساجد، سواء قلنا على المعنى الأول أو على المعنى الثاني. قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا، أعد الله له نزلا، والنزل هو الضيافة والكرامة التي أعدها الله عز وجل لعباده. عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفضل الله واسع، كلما تغدو وتروح تذهب وتعود يعد الله لك منزلا وضيافة في الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عام يشمل الراكب والماشي، لأن هنا الحديث لم ينص لا على المشي ولا على الركوب، فدل على أن هذا الحديث يشمل الراكب والماشي، كل من غدا أو راح ماشيا أو راكبا دخل في عموم هذا الحديث. ثم قال رحمه الله عنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وهذا الحديث بفضل المشي، ودل عليه أنه قال خطأ خطوة، والخطو لا يكون إلا للمشي. هنا قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، هذا الشرط الأول، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، يعني إلى المسجد، ليقضي فريضة الصلوات الخمس، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وهذا فضل عظيم، تخرج من البيت متطهرا من أجل أن تصلي، ولذلك جاء في الرواية الأخرى
قال لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ما خرج من البيت إلا لأجل الصلاة. كانت خطواته الأولى ترفع درجة والثانية تحت خطيئة. كلنا بحاجة إلى الدرجات ومحو السيئات والخطيئات، ما في أحد ما يحتاج إلى هذا. فلذلك هذه الفضيلة العظيمة لا تفوتها، لا تؤجل التطهر إلى المسجد، تطهر في البيت، لأنك إذا لم تتطهر في البيت فاتك هذا الفضل. نعم تدخل في الحديث الأول أعد الله نزلا في الجنة كلما غدا وراح، لكن تخرج من هذه الفضيلة الخاصة، كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. هذه فضيلة عظيمة، كم خطوة تخطوها من البيت إلى المسجد؟ خطوات كثيرة ترتفع بها الدرجات وتحط بها الخطيئات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، وهذا لحرصه على الصلاة، كانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، يعني لا يريد أن يكون منزله بجانب المسجد. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. فإذن هنا فضيلة أخرى، وهي أن الأجر يكتب لك في ذهابك وإيابك، فخطواتك محسوبة ومكتوبة في الذهاب وفي الإياب كما دل عليه هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، يريدوا أن يقربوا من المسجد حتى يصلوا خلف رسول الله ويسمعوا من حكمته وموعظته، وهذه فضيلة بلا شك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عن أبي سلمة عن بني سلمة أنهم يريدون أن يقربوا من المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. وهذا فيه تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر. فقالوا: أي بنو سلمة: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب أثاركم، دياركم تكتب أثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية أنس. وأيضا هذا الحديث معناه كمعنى الحديث السابق، أن الأثار تكتب والخطوات تكتب في الذهاب وفي الإياب. ولذلك على المسلم أن يحرص أن يأتي إلى المسجد ماشيا ولو بعد بيته، تعود على المشي إلى المسجد، اخرج مبكرا. لأن بعض الناس يقول: قد لا أدرك الصلاة. اخرج مبكرا وتدرك الصلاة، فتعود على المشي إلى المسجد لتفوز بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.